يا جدعان في تعليقات غريبة بشوفها، مثلا بص انا هشاهدها في فيديو احسن الموبايلات او افضل هواتف اللي احنا بننزله، ليه ما قلتش الموبايل الفلاني حقه صح؟ لا مش حاجة غريبة، عشان قايل الموبايل في الفيديو. طب بلاش سؤال تاني، عمال بقى انا منبوح صوتي بقى وعمال واقول لك ده احسن موبايل في كذا وخد ده ومش عارف ايه، واحد يقول لي هو ايه احسن موبايل ب 3000؟ يا جدعان ما قلنا في الفيديو. اصل نفسه والله انا لما رد عليك نفس اللي هكتبه في التعليق هو اللي قلته في الفيديو بالظبط، يعني هو نفس الشخص اللي بيقول لك في الفيديو هو اللي هيرد عليك في التعليقات، او اختار لنفسي او اختار لحد من عيلتي او اختار من الفيديو دوت. انتوا عارفين من زمان انا بحاول اساعدك، انا مش عايز منك يعني مش عايز اكتر من كده. فطبعا تقدر تسال براحتك او ممكن تسيب التعليقات اللي انت عاوزها، بس يا ريت الاول تتفرج على الفيديو، شوف الاول ايه اللي اتقال وشوف الدنيا بعد كده اعمل انت عايزه براحتك. اكتر التعليقات على الفيديوهات اللي فاتت كانت بتسالني ايه احسن موبايل اجيبه ب 3000 جنيه او ايه احسن موبايل ب 4000 جنيه. وبرغم ان احنا بنعمل فيديو هنا على القناه يا جدعان كل شهر في السلسله دي بيكون اللي هو فيديو افضل هواتف، وبنصح جدا ان انت تتابعه عشان بيكون في كمان اخر تحديثات الاسعار دايما بنحدثها، بس برضو في ناس بتكون اللي هي ايه يعني احنا عاوزين احسن حاجه من غير ما نحتار، يعني موبايل حلو نستثمر فيه ويكون برضو بيقدم قيمة عالية مقابل سعره أو يستحق تمنه. فدي سلسلة الموبايل المثالي في الفئة المتوسطة، وهدفي هنا أن نمشي كده أنا وإنت ونختار أحسن حاجة بأفضل سعر، عشان كده هنبدأ من 1000 ونقف لحد 5000، عشان هنا في أفضل ما في الفئة المتوسطة ومش مضطر أن أنت تجيب موبايل غالي على الفاضي. واللي مش متابع الدنيا هنا بتمشي إزاي، فيعني هنا بنختار لك موبايل واحد بس في كل فئة سعرية، يكون الموبايل يعني شبه متكامل في رأيي، وأوقات بيكون في أكتر من موبايل كويس، بس عشان لازم ألتزم بقانون الفيديو ممكن تتفق معايا أو تختلف، بس في الأول وفي الآخر خليك فاكر أن أنا عاوز أساعدك في قرار الشراء، وطبعا أنت صاحب الكلمة في الأول وفي الآخر. وكالعادة اعمل سبسكرايب او اشتراك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو جديد انزله، وما تنساش تدعم نوار بلايك للفيديو. اول فئة وهي من 1000 جنيه لاقل من 1500 جنيه، فئة اقتصادية جدا وبنصحش ان انت تشتري منها غير لو انت فعلا مضطر قوي، واهم حاجة عندي هنا هو اسم شركة وسوفت وير خفيف وكويس يعتمد عليه، عشان عتاد الموبايل هنا هيبقى قليل جدا. نوكيا سي 1، الموبايل ده طبعا اقتصادي قوي زي ما قلت، تقدر تقول عليه كده اول حاجة اندرويد بعد الموبايل ابو سراي او الفيتشر فون. بيجيب اندرويد 9 الموبايل ده جو اديشن، دي نسخه تعتبر خفيفه كده من اندرويد للموبايلات اللي هي الرام بتاعها قليل. الموبايل تصميمه شيك كعاده موبايلات نوكيا ما بيأثروش في التصميم، بيجي بشاشه 5.45 بوصه ورام 1 جيجا وبطاريه 2500 ملي امبير ومعالج رباعي النواه، سرعته 1.3 جيجا هرتز. سعر الموبايل ده دلوقتي 1000 جنيه وممكن كمان تلاقيه 900 وكسور. فيت بقى من 1500 جنيه لاقل من 2000 جنيه، في كام موبايل من شاومي وانفينكس هنا، بس زي ما قلنا احنا عاوزين اهم حاجه التجربه المستقره وخاصة السوفت وير، فهنختار موبايل من نوكيا برضو، نوكيا 3.2. الموبايل ده يعتبر كويس، بيجي برضو بالتصميم الشيك جدا بس اعتاد اقوى زي الشاشة مثلا والبطارية ال 4000 ملي امبير تعتبر كويسة برضو، ولسه في موبايلات لحد دلوقتي جديدة بتنزل البطاريات ديت. شاشة اي بي اس ال سي دي حجمها 6.26 بوصة واندرويد خام من غير اي تعديلات، بيضمن تجربة خفيفة ومستقرة في الاستخدام. وفي برضو كاميرا 13 ميجا بيكسل ومعالج سناب دراجون 429 بسرعة 1.8 جيجا هرتز، هنا أحسن وأصلح جدا الموبايل ده على فكرة لوالدك أو لوالدتك أو حد استخدامه خفيف في الموبايل. خلينا نسمع كلمتين من سبونسر فيديو النهارده. موقع luckyegypt.com بيرجع لك لحد 20% كاش باك لما تشتري أونلاين من المواقع اللي بتحبها، طريقة استخدامه سهلة جدا، بتعمل حساب مجاني من الرابط اللي هسيبه لك تحت الفيديو وبتكسب 50 جنيه بتتأكد بعد أول عملية شراء، ولما تيجي تشتري من موقع زي أمازون مصر أو جوميا مثلا بتضغط على رابط المتجر من هنا وتكمل بالطريقة العادية. الطريقة التانية وهي الكوبونز بتستخدمها على نون أو موقع ماكس للملابس، أهم خطوة إن انت تنسخ الكود وانت بتعمل اوردر وهتاخد الخصم الفوري على طول، وبنفس الطريقه دي ممكن تستعمل ابلكيشن لاكي مفيش فرق، والرابط موجود تحت الفيديو. ويلا نكمل. فيت من 2000 لاقل من 2500 جنيه، ومن اول هنا بقى الموبايلات اللي بنصح بيها جدا ولحد 3000 جنيه، واللي فيه موبايلات ممتازه قوي وتغنيك عن الموبايلات الغاليه اللي هي بضعف الثمن. وخلي بالك محدش هيقول لك حاجه زي ديت، مش حد هيقول لك لا روح اشتري موبايل رخيص، لا بروموتر من الشركه ولا حد مثلا من النت بيعمل اعلان للموبايل الفلاني ولا اي حاجه من اللي انت بتشوفها، طبعا كله عاوزك تدفع اكتر وتشتري موبايل اغلى، انما افضل طريقه دايما للاختيار هي تحدد اولوياتك من الاستخدام بتاعك واختار على اساسها، تضمن ان انت معاك احسن موبايل ليك انت. يعني مثلا انا كنوار اهم حاجه عندي في الموبايل هي المعالج والصوت الاستريو، اي حاجه تانية
ممكن تبقى يعني اقبل فيها بعض التنازلات مفيش مشكله. في مثلا محمود صاحبنا اهم حاجه عنده الكاميرا والشاشه، بيحب التصوير والشاشه، ودي احسن طريقه عشان مفيش موبايل ابدا بيكون متكامل مهما كان سعره. انفينكس هوت 10S. انفينكس الفتره الاخيره كانت بتعمل عظمه، وفعلا في تطوير كبير في القيمه مقابل السعر، مش في كل موبايلات عشان في موبايل لسه نازل مش عاجبني الحقيقه. بتنافس شاومي برضو بعد ما ريلمي طلعت خالص من موضوع القيمه مقابل السعر، ثبتهم هم مع نفسهم بقى. الموبايل ده بيجي بمعالج ممتاز في فئته واللي هو هيليو جي 85، بيقدم اداء كويس في الالعاب الثقيله من اول جي 70 وجي 80. جي 85 تطوير كبير جدا من ميديا تك في الالعاب اللي هي الشركه اللي بتصنع المعالجات، واللي مالوش حتى في الالعاب فاداء الموبايل برضو يعتبر سلس ويعتمد عليه. شاشه ضخمه 6.82 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز، طبعا ميزة كمالية كويسة. بطارية ضخمة 6000 ملي أمبير وأندرويد 11 من العلبة، والكاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل، 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحة داخلية، وسعر الموبايل ده دلوقتي 2430 جنيه. فين بقى من 2500 لأقل من 3000 جنيه؟ احسن موبايل برايي هنا هو ريدمي نوت 10 العادي. خد بالك من الاسم، في 200 ريدمي نوت 10، هتلاقي نوت 10S، ريدمي نوت 10 5G وليله كبيره. اللي برشحه هنا هو ريدمي نوت 10 العادي. موبايل الحقيقه يعني ما قصرش، انا ما كنتش متحمس له قوي الحقيقه، بس جبته صدمني اداؤه جميل. بيجي معالج سناب دراجون 678، مش اعلى حاجه صح، بس معالج يعني بيدي فريمز عاليه في ببجي، بيدي بيلعب العاب كويس جدا في الجيمز كول اوف ديوتي، شغلت حتى عليه لعبه فورتنايت اللي هي تقيله جدا. موبايل جميل، وده على فكره ارخص موبايل بيجي بشاشه اميلد دلوقتي، والشحن السريع 33 واط مع البطاريه ال 5000 ملي امبير، والكاميرا اللي هي 48 ميجا بكسل. وفعلا موبايل ممتاز، بس صعب ان انت تلاقيه عشان خلص وشاومي ما نزلتش منه كميه جديده للسوق، بس لو لقيته اشتريه فورا عشان الموبايل ده فعلا مميز. ولو ما لقيتوش عشان للاسف الكميه منه تعتبر قليله فشخ، فلو موبايل بنصح بيه هنا بداله انفينكس نوت 10 العادي، بيجي باكبر رام ومساحه داخليه في فئته، 6 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه، وشاشه ضخمه جدا 6.95 بوصه، ومعالج هيليو جي 85 كويس للالعاب، وبطاريه كبيره 5000 ملي امبير عشان تسند معاك مع الاستخدام التقيل، وشحن سريع 18 واط. ولو كان ليك تجربه مش لطيفه زمان مع موبايل من انفينكس، فاحب اقول لك لا، هم ما تقلقش في الجزئيه دي، هم عملوا تطوير كبير في الموبايلات بتاعتهم وبداوا بدايه جديده كده زي ما تقول، وبيحاولوا برده شغالين بيتطوروا دلوقتي باستمرار، بس يا رب يفضلوا بس على نقطه القيمه مقابل السعر. ضيف على مميزات الموبايل ده ان شكله شيك واحدث ترند في التصميم، الموبايل ده عامل دلوقتي 2970 جنيه. عزيزي المشاهد ازيك عامل ايه؟ ايوه انت اتفرج، ايه مش بكلم حد تاني. تحت على طول في علامه لايك كده، اعمل لايك، احنا كلنا مستنيينك عشان تعمل لايك اهو، يلا. ها فيت بقى من 3000 جنيه لاقل من 3500 جنيه، فهنا موبايل ممكن نقول عليه المثل بتاع يا عيني على حلو لما بهدلته الايام. بص الموبايل ده كان في فئه ال 4000 جنيه اول ما نزل، 4000 وكسور، كان تقريبا بتاع 4300 كده، بس وقتها ما كانش افضل حاجه خالص بالنسبه للمنافسه، فسعره اتحرق جدا، ودلوقتي بقى احسن موبايل في فئته وحاجه جامده جدا فعلا. اسم الموبايل هو تي سي ال 10 بلس. عارف يعني ايه موبايل 6 رام 256 جيجا مساحه داخليه ب 3100 جنيه بس؟ في موبايلات ممكن لحد 8000 جنيه واخرها 128 جيجا مساحه داخليه، ايه رايك بقى؟ تاني اكبر سبب ممكن يخليك تشتري الموبايل ده دلوقتي هو شاشته، شاشه رائعه اميلد بتدعم تقنيه اتش دي ار. على فكره اصلا شركه تي سي ال من الاصل هي كانت بتصنع شاشات او متخصصه في موضوع شاشات، هي شركه صينيه. معالج سناب دراجون 665 شغال، بالنسبه للمميزات الثانيه اربع كاميرات الاساسيه 48 ميجا بكسل، وبطاريه 4500 ملي امبير، والموبايل ده يا جدعان يعتبر يعني صفقة حقيقية. فلو انت استخدامك للموبايل المتوسط في الجيمز فانصحك جدا ان انت تجيب الموبايل ده، وعارف كان هيبقى صفقة ممتازة جدا لو كان نزل من الاول خالص بنفس السعر دوت. فئة بقى من 3500 جنيه لأقل من 4000 جنيه. بص ب 3500 جنيه بالظبط ممكن تجيب بوكو اكس 3 ان اف سي، ده كان اول موبايل على فكرة شاومي تنزله في سلسلة البوكو بشاشة 120 هرتز في السوق المصري، وكان مميز كمان في اكتر من جانب منهم زي المعالج الممتاز في الفئة المتوسطة دراجون 732 جي، بطارية ضخمة 5160 ملي امبير، وبيشحن سريع 33 واط، فعلا موبايل شبه متكامل اللي عايز موبايل عملي في الفئة ديت ويعتمد عليه، وكاميرات بردك أداءها كويس والأساسية 64 ميجا بكسل، وليه حتى كنا عملنا ريفيو للموبايل ده ممكن تتفرج عليه، كنا عملنا فيديوهين كمان، اتفرج على الفيديوهين، فيديو لما جبته وفي فيديو بعد
شهرين. بس عشان برضو عادة شاومي الموبايل ممكن ما تلاقهوش عشان كميته بقت قليلة قوي، وشاومي كمان احتمال كبير مش هتجيب جديد، فهقولك على بديل تاني عشان الناس اللي مش هتلاقيه. هتزود شوية وهتجيب موبايل تاني اجمد منه من شاومي برضو، وهو الريدمي نوت 10 برو. سعره نزل وبقى 3970. الموبايل ده جدعان بيجي بكاميرا أساسية 108 ميجا بكسل، دي أعلى كاميرا في الفئة المتوسطة دلوقتي، أو ده الترند الجديد. وطبعا الرقم المية بكسل زي ما احنا عارفين مش مهم، أهم حاجة حجم السنسور بتاع الكاميرا وحجم البكسل الواحد. شاشة أمولد رائعة وكمان 120 هرتز، وده يعتبر اكتر موبايل عمل ضجة في 2021 في الفئة المتوسطة. فاكرين لما في الاول قلنا اشتري موبايل على حسب استخدامك؟ الموبايل ده ينفع للناس بتاعت الشاشة والكاميرا والجيمز وكل حاجة تقريبا، يعني عشان الموبايل فعلا تصميمه نضيف، ازاز مش بولي كاربونت، برضك فيه يعني مزايا كتير، وبنصح بيه. فيت من 4000 جنيه لاقل من 4500 جنيه. لو انت بتفرج على اي فيديو او بتقرا اي مقالة او اي بوست على الفيسبوك لقيت حد بيقولك لا يعني اتكلم على الفئة دي وما اتكلمش على الموبايل ده، لا اقفل على طول كده، كده بيلف ويدور عليك. الموبايل دوت هو بوكو اكس 3 برو. ايه حكايه الموبايل ده؟ ده احسن موبايل يا سيدي للهارد كور جيمر، وبسعر الفئه المتوسطه، ولا كنا نحلم قبل كده اصلا بمعالج يعني سناب دراجون 860 فئه ال 4500 جنيه. فشاومي عملت المعجزه هنا اقدر اقول. طبعا يعني عايز اقول هم بيعملوا حاجات كويسه، بس برضو محتاجين يظبطوا السنسور اللي هو البروكسيمتي سنسور بتاعت المكالمات، وبرضو محتاجين يظبطوا السوفت وير، عشان السوفت وير يعني عشان السوفت وير فعلا اهملوا فيه شويه الفتره الاخرانيه، وبالذات التحديثات مع الموبايلات الكتيره اللي بتنزل. ممكن الموبايل تجيبه من العلبه كويس يجي لك يا تحديث تلاقي الدنيا مش بخير، ممكن التحديث اللي بعده يظبطوا الدنيا، يعني مش حاجه دايما. طب صدقتم بالله، عارف طبعا انت شركه نوكيا لسه يعني لسه منزلين موبايل قريب بازيد من 5000 جنيه اللي هو نوكيا اكس 20 اكس 20 بسناب دراجون 430. عايز اقول لك انت ممكن تفكرني بهزر، بس ده فعلا بجد، يعني في موبايلات كده عايزين يرجعونا لورا، موبايلات تانية بيزقونا لقدام. بوكو اكس 3 برو سلس جدا في النقطة بتاعت الاداء والالعاب، ولو انت جيمر فاكيد يعني ده يعتبر احسن موبايل بالسعر ده ليك. فيت بقى من 4500 جنيه لاقل من 5000 جنيه. في هنا برضو النسخة الكبيرة من الريدمي نوت 10 برو بنصح بيها، مش هنكرر نفس الكلام تاني، والنسخة الكبيرة من البوكو اكس 3 برو بنصح بيها اكتر من النسخة الصغيرة في شاومي مي 11 لايت. على فكرة لسه كنت بقول لك، بص هو اولا كده شاومي لغت كلمة مي، يعني عايزين الاسم على طول يبقى شاومي اللي هو شاومي 11 لايت. المهم مش مهم الاسم، السوفت وير مش متظبط، التحديث مش متفصل على مقاسه، مش متظبط بالظبط. فالحد ما نشوفه حل في موضوع السوفت وير هيخرج الموبايل ده من فيديو افضل الهواتف. بص هي كويس قوي الموبايلات اللي بتنزلها شاومي عامه، وبيظبطوا حته التسعير او القيمه مقابل السعر، وخامات تعتبر يعني كويسه او مقبوله بالنسبه للسعر بتاعها، بس يشتغلوا على جزئيه السوفت وير. انت دلوقتي عيب، يعني انت دلوقتي تعتبر تاني في المبيعات وبقيت اعلى من سامسونج، كل ده من غير ما يدخلوا حتى الولايات المتحده. سامسونج موجوده في الولايات المتحده، شاومي ما عتبتش اصلا الولايات المتحده، في ازيد من 300 مليون بني ادم هناك. اي نعم 3 ارباعهم بيحبوا شركه ابل وايفون وكده، بس يعني ده سوق انت ما دخلتوش اساسا. الله اعلم بقى خايفين يحصل معاهم زي ما حصل مع هواوي ولا ايه، ما تعرفش. طبعا احنا حاليا في انتظار مي اي 13، واول ما ينزل يعني اعمل لكم طبعا فيديو على طول. وفي وعود كتير بيقول لك هنظبط الدنيا واحنا معترفين والسوفت وير تقيل شويه واستحملونا والكلام دوت، فهنشوف. حبيت بقى الفيديو النهارده يبقى خفيف كده، وزي ما قلت لكم هو موبايل واحد بس اختارناه في كل فئه، وصدقني لحد هنا انت مش محتاج تزود. عاوز موبايل عملي اختار من الفيديو ده وبس. شكرا ليك ان انت وصلت لحد هنا، ما تنساش اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعني على الانستجرام وفيسبوك، الروابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد دوار، بشوفكم الفيديو جاي. Peace.